الشواطئ تقدم لكم من طرف اتصالات المغرب. ومعنا عديل من شاطئ طنجة. عديل بلك حال وي. عديل بلك حال، مرحبا بك معنا الأصوات يا عديل. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا الحال. كل شيء بخير سي عديل. نعم أخي. كي عامل الأجواء في شاطئ طنجة؟ شاطئ طنجة صراحة هاد النهار هذا شوية كاين شرقي، كاين شوية شرقي، ولكن كاين ناس في البحر شوية شرقي، كنعانيو شوية من الماتريال. يعني كيفاش كنخدموا نورمالمون؟ اليوم عندنا صرف المواهب، اليوم كاين لي كاستينغ بالنهار. حاليا مازال كنساينوا الريح انا وياه باش ندوزوا لي كاستينغ، واختاروا العناصر اللي غتكون سهرات ديال المواهب، سهرات ديال استوديو اتصالات المغرب اللي كنديروها يوم الاثنين ويوم الاربعاء، اللي كنحلوا المجال بطبيعه الحال المواطنين كاملين المغاربه، يعني كنسمعوا اصوات، كنحاولوا ان يعني جميع تسمع شويه ريفيه، كنسمع شويه شلحه، الاغاني المغربيه. حتى الساعه يعني مازال ما دوزناش لي كاستينغ، ولكن الحمد لله اجواء رائعه. ولكن كاين جمهور كيتسنى يدوز كاستينغ؟ وي بيان سور، كاين عندنا لي كونديدا، كاين كنختاروا عصا ديال لي كونديدا حق يعني لندي وميركودي. دابا حنا لحقنا الاقصائيه، يعني اخر سومان، اخر سومان هي ديال المشاركات باش نديروا الفينال. غادي نديروا الفينال ان شاء الله. دابا الحمد لله راه كيساينوا راه في الباب ليه. واليوم هادو اللي غادي ينجحوا في الكاستينغ سي عادل غادي يكونوا في السهره الفنيه، غادي يشاركوا مع الفنانه اللي غيكونوا حاضرين معاكم ان شاء الله. الهدف ديالنا من هذا راديو اتصالات المغرب هو ان يعني كاين مواهب صراحه اللي كتبقى لنا مفاجات، ولات من اجمل السهرات. يعني كنلقاو عائلات اللي جايين يشجعوا وليداتهم. صراحه انا بدا كنتفاجئ ان يعني الاقبال ديال العائلات كيشجعوا الزغارات، كاين منافسه، كاين لجنه التحكيم، كاين جمهور هو كذلك، وكاين اللي كيعجبوش الحال كيوليو لا هذا كنحسن. يعني هذا الجو، هذا هو اللي جو رائع. حنا في النهايه دائما حنا كاملين فائزين بان يعني اتصالات المغرب شعار ديال هذه السنه الموهبه نحن نؤمن بها. اذا كل من لديه اللي عنده موهبه كنقولوا له كنرحبوا به. وفعلا الاصوات اللي كيصوتوا عليها الجمهور بالنهار، لان الجمهور دائما هو الحكم الاول والاخير. والحمد لله يعني جات مناسبه ان وصلت صدى في احد الزمان، جات صورات بعض يعني الشباب اللي كانوا مواهب، يعني الحمد لله والناس عجبهم الحال. ان كاين تبارك الله عليكم اسي عادل. ولكن قول لي من ناحيه من بموازاه الانشطه الموسيقيه، كاين هناك كذلك انشطه ديال الورشات ديال الرسم الدراري. تفضل قول لنا. نعم، اذا احنا دائما كنذكرك بالتوقيت دائما من 10 حتى للوحده ومن 3 للسبعه. اذا داخل قريه اتصالات المغرب كاين اوراس، يعني اوراس رياضيه، اوراس ثقافيه، كذلك اوراس بالنسبه للاطفال الصغار بطبيعه الحال مجانيه للجميع. كاين اطفال الصغار يعني في الصباح، ويعني كنخلوه فقط كنهتموا بالتحت، كنستقبلوا الزائرين، كنعملوا جوله، كنعرفوا كل ورشه، ولكن العشيه كنخدموا سيغسان. يعني كنخليو الالعاب يعني كيلعبوا، ولكن بطبيعه الحال كنعطيو حق الجمهور كذلك ان المواهب، وبطبيعه الحال المواهب يوم الاثنين والاربعاء، ولكن كاين بطبيعه الحال سهرات عديل خصوصا في الويكاند. يعني كاين فنانين كبار اللي كيشرفوا. تبارك الله على سي عديل وتبارك الله على القريه ديالكم. فكنشكر سي عديل، وغادي نتلاقاو مباشره بعد الفاصل باختيار موسيقي غادي يكون رفقه نجوى كرم وما تقوليش.